الندوات الصحفيه الخاصه من طبعه 40 مهرجان ثقافي بمدينه دكات مع الفنان اللي راح الفنان الموزع في الليله الاولى. فلان تفضل. السلام عليكم. تيمغاد سي ان فيستيفال اللي مشهور دونك باش تكون في تيمغاد سي توجور حاجة مليحة في القرية تاع لانتيست. كي تلقينا الدعوة تاعهم سي ان مومون لينا ديجا شكون هنايا سي ان بليزير لينا ثاني. Public qui est sur les réseaux sociaux, mais un public qui est là par quelques mois. Un personnellement, je trouve le même. Parce que demain, des messages qui sont en ligne des réseaux sociaux, des commentaires, il m'a dit que je ne peux pas le faire. Il m'a dit qu'il ne respecte pas que les réseaux sociaux. C'est même public pour moi. Elle a envie. D'autres, elle a pas dit que je suis venu. Mais là, je ne peux pas me laisser même. الشعب الجزائري ولا الشعوب في العالم كامل كانت متعطشة للعروض الكبرى ولا للعروض الموسيقيه والفنيه والراقصه ولا في قاعات السينما. بعد جائحه كورونا الحمد لله حتى المهرجانات عادت للجزائر وعادت ربما الروح والاجواء الاجواء الصيفيه مع كثير من المهرجانات المدعومه من وزاره الثقافه من بينها المهرجان الدولي لتنقال. الشيء الجميل انه في مهرجان تيمغاد هذه الطبعه الافتتاح تاعو يعني كان فيه عرض استعراضي يعني قبل ما يكون المغنيين والفنانين يعني اللي تات دافيش كاين ان سبيكتاكل دوفرتور اللي فيه ربما حكايه فيه رقص معاصر فيه غناء وفيه كثير من ربما من الصور البصرية العصرية الحديثة بروح جزائرية أصيلة وكما سميناه العرض سميناه تحويسة دي زاد يعني اون فاي سي دو فير ان فواياج دون توت لالجيري افيك سي ستيل بكل الطبوع الجزائرية الموسيقية. أنا ابن مدينة بادنا من بعد قريت في الجزائر العاصمة واستقريت تما. شرف ليا كبير أني نرجع للمهرجان ونكون أنا هو اللي قوم بعملية الافتتاح في أجواء جد شبابية وجد محترفة. سينما راح يكون واحد التنوع موسيقي كاين بزاف لي جونر صافي بليزير حنا كوم سي انا نريبريزونتيو الراب وصافي بليزير نكونوا معكم وان شاء الله نفوت كيما حابين نفوتوا. اي موسيقى هي انترتينمنت، اي موسيقى نخدموها للناس بالترفيه ماهيش نخدموها للشارع ولا. اول اغنيه تاع راب كانت أغنية احتفالية، صحيح هاب كانت احتفالية، ومن بعد ولات زعما تريبريزون في الشارع وكذا، ويتبدلوا لي تام في الراب كيما في أي جون موزيكال، تقدر تكون أغنية تحكي على حوايج زعما الفيكيو تاع العبد، تقدر تكون إيغو تريب، تقدر تكون سبوري تانيم، هي نكلاسيها من ناحية لا بليم حنا اللولا، ما كانش اللي يكتب كيما حنا، والراب ديجا أول أغنية تاع راب عربية كانت في الجزائر. قراصة لي جروب كانوا في عندنا باقار جي حنا الاولين لي قرانا الراب في العرب كان في الجزائر وميم سي كاين زعما لي يطورو في الكونتي تاع كاليتي صون باسكو كاين واحد عندهم واحد لي موايان لي ما عندناش حنا مي الحمد لله بزاف كاينه الشبيبه كاف و لابلي تاعنا هي الميار ديما. فرحانه بزاف لي راني معاكم اليوم سورتو ابخي الكونفينمون. Les artistes عانوا بزاف ماشي غير حنايا براتيكمون تو الموند دونك اللي فرحانه لي اليوم راني هنايا وراح نغني في تيمغال فوالا مرحبا بكم انتم ثاني راح نقدم لهم اغاني تاعي ديجا كاين اغنيه جديده اللي خرجتها قبل رمضان خبرني اللي مازال ما غنيتهاش سيغ سان
وكاين ثاني عندي مفاجاه رايحه نغني اغنيه اللي مازال ما تخرج دونك اون اكسكلوزيفيتي راح نهديها للجمهور تيمداد ونشوف ثاني كيفاش غادي يتقبلوا هذه الاغنيه اسكو غادي يعيشوها معايا ولا باسكو الفنان ملي يكون سيغ سان يحس بالجمهور والجمهور ثاني كذلك يحس بالمغني ورايحه تكون هذه اول مره راح نغني اغنيه اللي جامي ما خرجتها دونك بارمي دوتر شانسون. الوغ لو ستيل بالك راكم سمعتو خبرني رحت لستيل غاي غاي تاع زمان انه انايا بالنسبه لي توحشنا ذاك الراي تاع زمان ستيل حسني ستيل نصرو وقلت بلي لازم هذا الجيل ثاني يتعوض بهذا لو ستيل سي بور سا كو اختاريت نروح في هذا لو شومان اي لا شانسون سابيل اموروز. هذه الشانسون انا كتبتها وانا لحنتها ونقدر نقول بلي اول مره نخدم خدمه وحدي في التلحين داري لحن الاغاني تاعي بصح توجور لي كتبوا لي مي هذه المره قلت بوركوا با انايا نكتب واش انا نحس واش نعيش خاطر الاغاني تاعي عشتها وشغل غادي نديفوالي شويه حياتي في الاغاني في هذا الالبوم اللي راح يخرج باسكو راني وجدت في البوم جديد